قناه بيتي ستار. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، نتمنى تكونوا بصحه جيده يا رب. بالنسبه اللي عتابونا في لاشين تنقول لهم مرحبا بهم، وكذلك مرحبا دائما بالناس القدام. اليوم بغيت نحضر انا وياكم واحد الفقاس. هذا الفقاس هذا تيجي المذاق ديالو رائع، الفقاس ديال الججلان واللوز. غادي نبداو على بركه الله في المقادير. بالنسبه للمقادير انا درت المقادير كثيره، درت كيلو ديال الفرز، وانتوما على حسب، دائما تنقول على حسب الاشخاص ديال العائله ديالكم، ديما اما تكثروا ما كتضاعفوها ولا تنقصوها. بالنسبه للمقادير كاين 8 ديال البيضات، كيلو ديال الفرز، 240 غرام ديال السنيده، وكاس ديال الزيت، 160 غرام ديال الجنجلان، و160 غرام ديال اللوز مهرمش. وهنايا عندنا الفاني، 8 غرام ديال الفاني. وبالنسبه للخميره عندنا 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. هنا انا عندي هنا معلقه ديال النافع وحبه حلاوه، وكذلك دايره فيها مسكه الحره. انا هاد الخليط هذا تكون دائما عندي هنا في الدار، وتحتاج بالنسبه للفقاس وقريش لاس وكذلك تندخل في عديد ديال الحلويات. نبداو على بركه الله. دابا غادي ندير هنا البيض، 8 ديال البيضات، سنيده، زيت، نخلط هذا الشيء هذا. من بعد غادي نزيد عليه الجنجلان واللوز، وكذلك هذا الفاني والخميره، وهنايا هذا النافع. وديك الساعه غادي نبدا نزيد الفرص شويه بشويه. دابا العجينه من بعد ما كملات، دابا غادي نقطع هاد العجينه كلها على 8 ديال الكويرات. دابا هاد الكويرات هادو غادي نديرهم على شكل حلابي، هاد الشكل.
تفران على 180 درجة من فوق ومن تحت، وغادي ندخل هذا الفقاس هذا يطيب غير نص طيبة ونخرجه. ها هو الفقاس من بعد ما خرجته من الفران، هانتم كما تتشوفوا هنايا طيبته غير نص طيبة. دابا غادي ناخذ واحد منديل نقي بحال هذا الشكل هكا، وغادي نجزقو بالماء نعصرو مزيان ونحطو على الوجه ونخليه حتى يبرد، وهان ان شاء الله غادي نقطعو. الفقاس من بعد ما برد دابا غادي نقطعو، غنزود هذا الرويس ديال الواد الاول بحال هكا، غنبقى ميدي غير بشويه ماشي بزاف. هو الفقاس من بعد ما خرجته من الفران تيجي على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا هنايا، ها انتم تيجي محمر وغزال وهشيش، والمذاق ديالو ما نعاودلكمش، ديك الطيبه فيه ديال النافع وحبه الحلاوه اللي درتلو، وكذلك اللوز والجنجلان، ولا خلطنا هادو بجوج ما نقول لكمش، حتى ان شاء الله تجربوه وترجعوا عليا الخبر. هذا الفقاس هذا بلدي وتيجي رائع، وهاد الوصفه ان شاء الله غتولي معتمده عندكم في الديور ديالكم. وبالنسبه للمقادير اللي نعطيكم انا دائما هي مقادير مضبوطه. بصحتكم الوصفه ديال اليوم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وكما العاده ما تنساونيش في اخر الفيديو بلي لايك.